ازيكم يا حبيبي ام بلال؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بيت الافران. هنجيب 2 كوبايه لبن، عايزه تعملي بميه براحتك، عايزه تعملي بميه وزبادي براحتك. هنحط عليهم 2 معلقة خميره كبار و4 معالق سكر، هنقلبهم كويس. بعد كده هنحط 1/2 كوبايه زيت، وهنزل ب2 معلقة فانيليا، وبعد كده هنزل بقى بكيلو دقيق، وهحط البيكنج باودر معلقه وذره ملح، واقعد ابسهم بس كويس. اوعى ننسى 3/4 كوبايه ميه دافيه، وهقعد اقلب في العجينه بتاعتي كويس جدا. وبعد كده هقوم اعملها بالزيت، ادهن الطبق بتاعي بالزيت ودينا من على الوش، واسيبها تتخمر من 1/2 ساعة ل40 دقيقة. الله عليك يا ام بلال، شايفين اتخمرت وبقت جميله ازاي؟ عجينه قطنيه 100 100. هبتدي اجيب العجينه بتاعتي وافردها وهقسمها 4 اجزاء. بعد ما اقسمها 4 اجزاء، هجيب كل جزء بقى وافرده بالنشابه بتاعتي مستطيل زي ما انتم شايفين كده. دي بقى جبنه قديمه على جبنه اسطنبولي، وده زبده. الزبده ما ينفعش ادهنها في الاول. بعد ما اثبت الجبنه بتاعتي كده في العجينه، هبتدي ادهن الحتت اللي بره بس هي اللي بالزبده والاطراف لا، وابتدي بقى ابرم 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 واقفل الجوانب خالص، وبعد كده اقطعها قطع صغيره وابتدي احطها في الصينيه بتاعتي. وهعمل كمان بالجبنه الرومي، انت احشيه بقى بالحشو اللي انت عايزاه. وبعد كده هدهنها باللبن من بره، وهدهن عليها رشه سمسم وارشها على الوش، واحطها في فرن درجه حرارته 180. والله بقى على احلى كوبايه شاي مع الباتيه بتاع ام بلال البورسعيديه، هتاكلي صوابعك وراه. الله عليها ام بلال، شايفين عجينه 100 100. انتظروني في كل جديد.